سيربرايز. لا ابدا مش مفاجاه، لانه لو ما جيتك اتقتلتك. اشتقت لك كثير. مش قدك يا ويلي. شو عندها حكي على ثلاث ايام؟ يلا فوتي. يا جارتي عندي هلا من شوي فلت. ان شاء الله منا ثقيله. لا ابدا، بس كثير بتحكي. اكثر من امي؟ اكيد لا. شو لوين؟ عالجيم ماما. يا عمري عم حضر لك غدا. بعدين كل عمرك بتنزل على الجيم المسا، ليه نازل هلا؟ بروح المسا لانه بكون مشغول، بس اليوم خلصت بكير ما عندي شيء اعمله. ايه تتغدى وبعدين بتروح. ما بيسوى اكل قبل التمرين، خلص بس ارجع. بس انا عايزتك بشغله. شغله شو؟ ما راح اقولها على الواقف، فوت منقعد ومنحكي. اذا مش كثير ضروريه خليها لارجع. بلا ضروريه كثير، راح طفي الفرن وارجع. طيب يلا. والله منظرها وريحتها هالاكل شي بشهي. خليني اسكب لك صحن تاكله على السريع. لا ارجع ماما، يلا تعي لنحكي. جاي حبيبي، بس رح اسكب لك كبايه عصير يمكن ينشف ريقك على الخبريه. الله يستر. وشو قصه مروان؟ انا اللي بدي اسالك. والله علمي علمك، قال لي آدم إنه مروان عزمنا على العشاء وناي معنا. صاحب جوزك شكله مهتم. إيه وين المشكلة؟ لورا أنت عارفة كتير منيح إنه أنا ما عم فكر بالموضوع هلأ. إيه وفكرة ما فيها شي، أصلاً مروان ما بيشكي من شي. يا أختي كل العالم فيها خير وبركة، بس أنا بدي ضل هيك مرتاحة كتير هيك. يعني ما رح تروحي على العشاء معنا؟ صراحة استحيت من آدم ووافقت. إيه كتير منيح، هيك بكون عندك فرصة تشوفيه وتفكري. لورا مروان إذا بيتقرب مني هو اللي رح يهشل. أنا من بعد علاقتي مع بهاء مش طايقة حالي بقى. العمى بقلبه، ولك قرفني الحب والعلاقات. صايرة بلا إحساس، بتصدقي؟ إي والله لو في وقت كنت عصرت لك ليمون طبيعي. بس ما بدي أخرك. صحتين يا عمري. عم بسمعك تفضلي. والله ماني عارفة منين بدي بلش. ماما اذا انت ما بتعرفي من وين بدك تبلشي. بصراحه وضعك مش عاجبني. يعني يا ماما صرت شاب شهدت فيه وشغل فيه وكتر خير الله كل شيء منيح. شو ناطر ما بتتجوز وبتفرح لي قلبي فيك؟ يا حبيبه قلبي نحن كذا مره صرنا حاكيين بالموضوع وقلت لك انا ماني ضد الفكره، بس بعد ما لقيت البيت المناسبه. طيب ما زال بتعرفي الجواب، لشو رجعتيني عن الباب وقعدتيني لنحكي؟ لأني لقيت لك إياها. مرحبا، جيت بالوقت المناسب. شو في؟ اليوم الصبح أنا واقفة على البلكون وأنت ورايح على شغلك. ما علي يا لميا، خلي ابني يخبرني لأنه ممكن تفوتي بتفاصيل ما إلها علاقة بالقصة وتبقي ثلاث ساعات ما تفوتي بالموضوع. شوفي اليوم الصبح هي واقفة على البلكون بعد ما رحت على شغلك. خلصوني بقى. الست لميا لقيت لنا عروس، وقبل ما لحق أسألها مين بتكي شرفت حضرتك. بتكون بنت أبو خليل أو بنت أم وائل؟ امك بعرف ذوقها. ليش بو ذوقي يا جميل؟ الله يسامحك، لو ما ذوقي حلو كنت تجوزتك. لفي يا لميا، نسيتي انه ما كان بدك ياني؟ ايه كنت عم تقل حالي، شو ما بيطلع لي يعني؟ بشرفكن ولو، لك وين كنا وين صرنا؟ ليك الازهر، مش مصدق لا يعرف من هي العروس. يلا خطرنا. وحياتي ما تروح، كنت عم بمزح، والعروس هي ياسمين بنت نجوى. شو؟ طولي بالك ياسمين، ما بدها هالقد، مش كل ما امك قالت لي كلمة بدك تحرقي عن الأكل وتقعدي تبكي، عشان القصة مش حرزانة. أنت لو عايش معنا بالبيت، كنت حسيت فيي. شفت يا عمر لو ما أنت بحياتي،
كنت موتت حالي وخلصت من هالعيشة. روقي يا حياتي روقي. ما تقلي روقي، رح جن لأنه ما عاد براسي عقل يتحمل كل هالضغط اللي عم عيشه. ياسمين إذا بتحبيني روقي، حط ببالك أنا في شخص بعدين اسمه عمر بحبك وبحب كل شي فيك وعيش لألك. لك شو بنا؟ فرصة هالغدا ما خلصت بعد؟ عنا شغل. أنا برجع بحكيكي بعد شوي، بس لما أحكيكي بديك تكوني صرت منيحة وأنا بحبك. بونسوار مسيو، تحب تاخد شي هلا؟ لا ميرسي، ناطر ناس. عالية. فترة منك عجبني. شو في؟ وشو بده يكون في؟ إذا هيك خلص خليني أغلبك دق محبوسة. بليها اليوم دق واحد ما بيصير لك شيء. طيب والله والله هلا أنا الفرحة مش ساعتني وإنتوا قاعدين عم تلعبوا طاولة ولا عبالكم بيل؟ إيه ما مرتك بدي ايانا نعمل مثل الافلام العربي ونوزع الشربات على الجيران. ايه والله لو بصير لي ما بقصر. بكير يا لمياء الحكي، يمكن ما يصير شيء. وليش بقى ما يصير شيء؟ انتوا اتكلوا على الله واتركوا الباقي علي. وانا حاسه انه ابني رح يكون له نصيب بهالبنت ان شاء الله. يا جماعه روقوا شوي، لا بعرف مشاعر البنت تجاهي كيف ولا بعرف ردة فعل أهلها، يمكن ما بدهم يجوزوها هلا. لا معليه حبيبي، ليش الجماعة وين رح يلاقوا لبنتهم شاب مثلك؟ أخلاق وشهادات وشغل وجمال ريتك تقبر أمك. أنت عم تقولي هيك لأنك أمي، يمكن هني رأيهم شي تاني. إيه لا أبدا، مش لأني أمك أبدا. شباب يلي بعمرك وين بيكونوا هلا؟ دايرين عطق الحنك والسهر والسكر. ولا أنا غلطان يا جميل؟ حكي لك شي كلمة ولو. يي جميل دخلك بشو شارد وكأنك مش معنا. لا لا معكن معكن، بس لو تسمحوا لي روح فوت حط راسي ونام. ودق المحبوسة. أنا بكفي عنه، فوت حبيبي نام فوت. تصبحوا على خير. وأنت بخير جميل. تقبرني رش هالقوضة دول البرغش، مبارح اهترى جسمي من العقص. شو؟ بعد ما بلشتو؟ كنا بدنا نبلش. يلا هيك ما بيتحس الدق. على فكرة وضع البابا مش عاجبني. ما بو شي بيك ماما، ما تعتل همه، هو هيك بحب يدلع عن وقت للتاني ليلفت لي نظري. سألني إلي عنه. يعني اللي بينطركن على العشاء بموت من الجوع. شو بدي اعمل اذا النسوان بتذكروا الف شغلة اخر دقيقة. عروستنا كيف الصحة؟ الحمد لله، انت كيفك؟ ميت جوع وزهق. دموزيل ناي كتير انبسطت انك لبيت الدعوة. مرسي لك مروان. بليز تفضلوا. شو
حكاني حسام قبل شوي وقال لي كان حابب كثير يكون بهالجامعه. الايام جايه كثير، وعلى فكره اذا رجع حكاك قل له انه بزيارته الجايه محضر له بروجرام غير شكل. صاحب شاوزك تطلعاته مش عاجبتني. حرام عليك ولي، قلبه كثير طيب. ما بقصد هيك، بس كان قاعد عم يتطلع ويدبل لي بعيونه وانا ما لي شغلت. ما تخليهم يشتلقوا هلا، ايه؟ لانه هذا الموضوع بده قعده. هات لنشوف كيف كان شهر العسل اللي ما عاد تعرف ترجع منه غير لامبارح. احساس بتحسه مره واحده بحياتك. هلا يمكن تمرق باحسن منه، بس بمثله اكيد ما بتمرق. قضيت انا ولورا ايام حلوه كثير وصعبه تنوصف. شو بدك فيه؟ كل الوقت كان مقضيها اكل ونوم. بونسوار. طبيلي على زوجك راجع بالإذن. لحظة. إذنك معي. إيه أليس، أنا بعشا شغل. آه يعني مشغولة. كنت حابة أشوفك من طاولة. طيب أوكي خلص نتركها لبكرة. بس اتصلت أقلك أنه قبلت بالعرض. كثير منيح. اسمعيني أليس، بتمنى ما يصير في اي مشاكل، لانه بدي اياك تعرفي انه ادم ما له علاقه ابدا بهالاعلان هيدا، حتى لو كان طالع من شركته. طب بخبرك شيء عن حسن نيتي. انا خطبت ومن دون ما تساليني اي شيء عن هالموضوع. مبروك، مين سعيد الحظ. لما رح شوفك بخبرك. يلا ما رح ياخذ من وقتك كثير، عرفتك مشغوله، نحكي بكره. بعتذر بس التليفون كان ضروري. طلبت لك على ذوقي. ميرسي، كلك ذوق. ليكي، مين اتصل فيك تنخطف لونك وفت حكيتي من جوا؟ بخبرك بعدين. لا بلا سألي، هلا بدي اعرف. قلت لك رح خبرك بس بعدين. بهاء. ايه. ما تحطي ببالك. بعرف وعادي سمعتوا كلمتين مرتبين، بس ما كنت حابه اقولهم قدام الاساتذه اللي قاعدين. شو كان بدي اقول لك؟ ايه تذكرت. ليكي شو عامله بكره؟ بعد الشركه ولا شيء؟ لا انا قصدي قبل، ما فيك تطلعي لك شيء ساعه من الشركه بكره؟ انه بقدر مرق لي ساعه. شو في؟ بتروحي ما عند الدكتور؟ اكيد. اي ساعه موعدك؟ 10 الصبح. بالشركة عندهم تصوير وبهالوقت بكون بعد ما نزلت. بقطع باختك وننزل سوا، برجع بردك وبروح على الشغل. اوكي اتفقنا. يي بعدك سهران؟ ما على اساس تعبان ونعسان وما بقى فيك بدك تنام. جميل خبرني شو عم بيصير معك. منك عاجبني ابدا. انا مخلف اثنين، صبي وبنت. انه معقول ابني مقضيها من شغله لبيته، لا بيروح ولا بيجي، وبنتي ما بتجي على البيت الا لتنام. ليش وين ناي هلا؟ مع الورا وجوزها. عارف. وما زالك بتعرف شو إلى لزوم هالمحاضرة هلأ؟ يا لميا أنا ما عندي شك إنه بنتي واعي ومربية ومستحيل تغلط، بس في أصول والناس بتحكي. إيه هلأ بس ترجع بنتك تبقى قل إياهن هالكلمتين لإلها. هيدا إذا عرفت قلت لها إياهن. شو قصدك؟ اللي قلته واضح وما بده ترجمين، بس أنت منك شاطر لا تسمعني هالحكي إلي أنا. وبس تفوت بنتك من الباب بتصير ضحكتك من الديني للديني، ودغري بتسألها كيف كانت سهرتك بابا. بقص ايدي اذا اللي قلته هو اللي شاغلك. بس وينك؟ ما رح اشغل بالي وفكر.
ان حبيت تخبرني خبرني، وان ما حبيت اصطفل. صحة العرسان اللي شهر عسلهم أخذ 3 شهور. صحتك خيي مروان. عن جد ثانك يو مروان على السهرة الحلوة. فعلا حلوة كثير لأنك فيها. مش لهالدرجة. ما تعتبر اللي قلته مجاملة. آدم بيعرفني كثير منيح، ما بقول شيء إذا مش عم بحسه. شو رأيك تترك القانون وتشتغل شاعر؟ بيمشي حالك. تفضلوا هلا، شو بعد بخلصنا من اللسان. عارف آدم رح يطير عقله. إذا أنا طاير عقلي كيف هو؟ عم فكر روح معك على الشركة تخبره. آدم عنده تصوير هلأ، يعني رح تتعذبي على الفاضي. برأيي وصلك على بيتك وخبري على التليفون. على فكرة مش حينسالك موضوع الخاتمة، بس خليها تكون لبنانية. أنا وآدم ما بنحبها إلا لبنانية. خلاص خلي الموضوع علي. ليه ما عم تردي؟ ما قالي جلد. هيدا بهاء؟ ايه. طيب اذا بدك انا برد عليه. لا اوعك، خليه يدق، بكره بيزهق وبوقف لحاله. طيب انه ما فهمت، ليه عم يرجع يدق يسال؟ مع اساس خلص والعلاقه انتهت. بشرفك لورا، موضوع بهاء صاير عم بيزعجني. شو قلتي؟ بوصلك على البيت؟ اوكي. رح ارجع اشوفك. انه ما زهقتي مني بعد؟ صار لي ساعتين عندي. على العموم رح ارجع امر عليكي لما اخلص شغلي، منيح هيك؟ صرت بكرهها للشركه لانها عم تلهيك عني. ما في شيء بيلهيني عنك. حتى لما بكون بالشركه او باي مطرح تاني بكون عم فكر فيكي. فيكي انت وبس. بدك شيء؟ ايه. شو؟ تعا نعمل ديل أنا وإنت هلأ. هات لنشوف شو بقول هالديل. ما بتنزل على الشركة اليوم، وأنا بالمقابل بلغي سفرة إعلان الشركة المنافسة إلك. شو قلت؟ سوري، الإعلان ما رح يأثر على شغل شركتي، والعرض ما عجبني. باي. كنت متأكدة إنك رح تعمل هيك. وإذا في براسي شوية عقل رح تطيري لي إياه. شو رأيك نروح بساعة الغدا نجيب كادو لميا؟ بس شو بدنا نجيب لولو؟ ميا ذوقها كتير ساعد. شو بعرفني؟ نبرم إلا ما نلاقي شي.
وانت واقف هون كرمال نحكي بالهدية بس؟ انه ما عندك شغل يعني؟ بلا عندي، بس مش لدرجة اني ازرب حالي بقوت المونتاج وما اطلع منه. مسيو ادم صار واصل، ومش حلو يشوفنا انه عم تقحنك انا وياك. لك مين اجا؟ الله يستر. هاي نادين، زمان ما شفناكي بالشركة مدام. نايبة مكتبة؟ لا، هي بمشوار برات الشركة، بس صارت واصلة. إذا بدك تفضل انطريها. إيه بس إذا رح تتأخر بدك تضيفينا قهوة. تكرمي أكيد. الظاهر رح تشربيها بمكتب ناي. بونجور. اتصلت فيك ومرة ليتي، كنت قريبة قلت بمرق. أهلا وسهلا فيك نادين. طلبي لنا فنجان قهوة وبليز ما بدي حدا يزعجنا. أوكي تفضلي. ماما انه عندي عيد ميلاد، يعني رح نقضي وقت كتير سوا. وبركي عرفت انك عم تكذبي. ما رح تعرف. بعدين الاهل ما بيمشوا معهم الا الكذب. لما اولادهم بيكونوا صريحين معهم بيقيموا الدنيا وبيقعدوها. طب اذا ما اكتشفوا كذبهم كمان رح يقوموا الدنيا عروسهم. هيدا بيرجع لغبى اولاد. وانا مني بنت غبيه. على قد ما بحبك على قد ما بخاف منك يا سمير. خاف من كل الناس الا مني عمر. انت بعدك ما بتعرف انت شو بالنسبه لإلي. بمجرد انك قبلت تبني علاقه مع شخص مثلي يعني اكيد بتحبيني. عمر انت ليش دائما بتحكي من منطلق انك اقل من الناس؟ لانه هيك فعلا. طموحاتي كبيره بس الواقع المفروض علي يمنعني حق شيء من طموحاتي. غلطان. اذا بتنوي تقدر تتقدم. فكرك انا مبسوط بشغله الدليفري. بدي طلبات كل يوم لاخر الليل. عن جو عامل $300 اخر الشهر. اكيد لا، بس للاسف ما لقيت ولا الحلاقه حدا يشغلني شغله احسن من هيدا. هني بكل بساطه شخص منبوز. عمر بليز، نحن اتفقنا انه هالكلمه ما بقى اقولها. اوكي حتى لو ما قلتها ما بقدر انساها. اذا اتنسيتها مكتوب على هويتي لقيت. شو رأيك؟ كتير منيح، موافقة بالعرض وبشروطه. بس اللي ما عم بقدر افهمه منيح هو موقف آدم من هيدا الموضوع. قلتلك قبل شوي آدم بعيد كل البعد عن مشروع هالإعلان، وبتمنى انه انت كمان تبقى بعيدة عن آدم. بعتقد عم تفهمي قصدي كتير منيح. ناي صدقيني انا نسيت كل اللي صار، وانا هلأ مرتبطة بشخص تاني وما بتمنى لآدم إلا كل التوفيق بحياته كرمال الله يوفقني بحياتي الجديدة. كتير منيح. وهيك من بعد ما خلصنا حكي عن الشغل والإعلان، هيك لنشوف، خبرينا عن موضوع هالارتباط المفاجئ. رح تكوني أول العارفين، أنت وكل اللي بحبهم. بس طولي بالك علي كم يوم. بتمنى اللي عم بتقوليه يكون الحقيقة يا أليس. ما رح أقدم لك أي دليل عن صدق كلامي. بكرة الأيام القريبة هي اللي رح تبرهن لك وتبرهن للكل إنكم كلتوا غلطانين بحق لما حكمتوا علي بإني وحدة مش منيحة. بدك شي؟ بدي أقول لك مبروك سلف. الله يبارك فيك. نحكي. باي. باي. الله معك. شو جاي عبالي صدقك يا أليس؟
ضروري تأمن لي البروبس كله. انتبه فادي، أي غرض ناقص ممكن يعطل التسويق. أكيد ما تحكم. ما رجع من التصوير، بتحب اقول له يتصل فيك اول ما يوصل؟ تكرم يا مدام. لحظه وصل الاستاذ. استاذ ادم، مدام لورا على الخط. حولي ليها مرتبه مدام لورا. لحظه صغيره تحول لك الخط. ايه انا منيحه، خلينا نشوفك. لحظه، عندي خبريه لك بتسوى ملايين. ملايين؟ ليش في ملايين بالايام؟ طيب شو في قولي؟ لا شو عشية؟ هلا بدي اعرف شو فيه. شو بتحب عيط لك من اليوم ورايح؟ ادم او بابا ادم؟ بتحكي عن جد لورا؟ وتأكدتي انك حبلة؟ ايه حياتي تأكدت. شو؟ الظاهر بعد ما شفتها لناي. لا ناي بعد ما شفتها، هلا بعدنا جاي من التصوير. يا الله يا لورا، على قد ما انا مبسوط قد ما انا عتبان عليكي. ليه ما قلتي لي كنا رحنا سوا؟ حياتي ولا ما كنت حاسة او عارفة بشي. على أساس رحت أنا وناي زيارة عند الدكتور عادية. أنت أي ساعة جاية؟ رح تتأخر؟ أكيد ما رح أتأخر، وإذا بدك بترك الدنيا كلها وبجي هلأ. لا حبيبي ما بدها هالقد، إذا بتحبني خلص شغلك بالأول. لك بأمرك، أنا رح خلص شغلي بسرعة وإجي. بس بليز لورا، ديري بالك على حالك، بحبك، رح أشتاق لك يا عمري. الإيميل صار عندك، في بقلبه كل التفاصيل اللي طلبها مسيو أندري لأعلان المجوهرات. بليز بتبعتي لميا كرمال تبلش الستوري بورد، وما تنسي تخبريها إنه ما عنا كتير وقت. أوكي، هلأ بس خلص معها بخبرك. بدك شي تاني؟ لا مرسي. هيك لكن عرفت الخبر قبل مني. ما كانت مقصودة، بس على العموم ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك وعقبالك، ويلا لازم نفرح فيك عن قريب. مرسي آدم. بدي منك شغلة. أكيد تفضل. أنا بحب زوقك، بدي توصلي لي ورد على البيت بطريقة حلوة ومميزة. دبري راسك. ما تعتلهم، اعتبرهم وصلوا. وفي شغلة تانية كمان، بدي تفهم رفيقتك أليس لما تجي على الشركة تكون مهذبة. ليش وصار؟ شو صار؟ هيدي شيطانة بجسم مرة، وحاسس انه فوتتها عن جديد على شركة رح تعمل لها مشاكل. ما بتخيل. وشو اللي مخليك مطمنة لهالدرجة؟ أليس ارتبطت وفي حدا جديد بحياتها. هي خبرتك ولا انت شفتي هالشي؟ أليس وانا حافظها منيح، بتمنى اكون غلطة. حلو يشتاق لك؟ الو، صاروا زمان هالأمر ما بين. مين معي؟ ولا سيدي صوتي يا سمرة للحلوة. لا لا لا، ما قلت حقي هيدي آرة. فريد، من وين جبت رقم البيت؟ فريد يعني بطلت حبيبي فريد؟ ماشي، رح مرق لك يعني انه بحبك ومشتاق لك قد الدنيا يا سمرة. ليه عم تتصل؟ أنا تجوزت وصار عندي حياتي، شو بدك مني؟ بدي إيجي زوري. جوزت بالشغل، قلت لحالي بيجي بعمل لك زيارة وباخد الرضا من سمو أميرة لورا. فريد لا، اوعى تجرب تعملها، إذا جيت لهون بتكون عم تخرب لي بيتي. وبيهون عليكي زعل أكتر شخص.
فريد بليز اسمعني. انت اسمعيني، انا مشتاق لك وانت ما بدكش لعندي. ما تعقدي الامور، القصة ما فيها يعني لا خراب بيوت ولا بيحصل هون. الحياة بدها شوية رواق. لورا بدك تروقي، بيجي وفل هيك لا من شيف ولا من دري. شو قلتي يا حبيبتي؟ قلت لا، لعندي ما فيك تجي. معقول اللي عم تطلبه يعني؟ ولا حل هلا، أنا راح جن، بدي شوفك. يا فريد، ليه ما بدك تفهم إنه أنا صرت مرة مجوزة؟ لورا حبيبتي، يعني ما تعتبري اللي راح أقول لك إياه تهديد لا سمح الله، بس أنت بتعرفي فريد القاضي إذا زعل وحطك براسه بتبطلي مجوزة. شو قلتي يا سندريلا؟ خلص رح اجي انا، بس مش عبيتك. بلاقيك شي مطرح برا، بس بليز فريد ما تعمل شي اذا بتريد. بعدني عم جرب بدي اقول لك، ليش تأخرت؟ شو بدك مني فريد؟ يعني الحكي مش حلو على الواقف. علي رضا الله هذيك الايام كنت تعدي هيك بكل قلب قوي. على أمو عم تتحلي يوم بعد يوم يا لورا. لو عارف إنه الزواج بحليكي كنا جوزناكي من زمان. يا عم تعملوا بأعصابي حرام. وانتي مش حرام عليكي تعذبيني؟ شو بدك فريد مقابل إنك تبعد عن طريقي؟ لا يا سامي، قلت لك يا حياتي الحياة بدها شوية رواق، بدك تروقي. لك تقبرني هالتطليعة. شوفي حبيبتي، أنا ما ببدلك بكنوز الدنيا لأنه أنا ما عندي أغلى منك بهالدنيا. كنت أعتبرك محل بهي يلي معرفته كل حياتي، كنت بحاجة لبي ولقيتك حدي. تستغليت ضعفي وطفولتي و... صحيح صحيح، كان في بيناتنا علاقة حلوة كتير. علاقتنا خرقت الزمن يا لورا، بس أنا حافظت عليكي وقدرتي تتجوزي بكل كرم. شو يعني؟ يعني أنا ما أذيتك؟ دموعك غالي علي لورا. إذا كانت غالية عليك ليه عم تعمل هيك؟ تتفرج عليها؟ أنت لازم تفهمي أنا اللي عم بعمله مش بإيدي. أنا ما فيني أبعد عنك ولا أنت فيك تبعدي عني لأنك بتحبيني. مش بالصورة يلي أنت بدك إياها. رجعنا لنفس الأسطورة. بعد كل هالشي أكيد رح تقولي لي أنا بحبك مثل البي. أنا حب لفريد. ايه مبرو بفرح. لو ساعات بتهمك مثل ما عم بتقول، لو عن جد بتحبني وبتخاف علي قد ما بتحب بنتك أليس وبتخاف عليها، تنسى كل شيء اسمه ماضي. اذا عملت يلي عم بطلبه منك بتكون عملت لي جميل ما رح انسى لك اياه كل حياتي.
يعني بتأكد إنه الورد مثل ما طلبته وصل؟ كتير منيح. بليز فيك تبعت لحدا لأدفع لك الفاتورة؟ باسم آدم البحري. مرسي. إيه آدم، اللي طلبته صار، وصيت على الورد. عزبتك معي ناي، أنا بطريقي على البيت. أقولك معقول وصل قبلون؟ قال لي الزلمة إنه مشي الموظف من ربع ساعة. إذا بدك فيك تتأخر شي خمس دقايق لتوصلوا سوا. شو بعرفني؟ فيك تجيب لك هدو مثلاً؟ أوكي، يلا باي. شباك البيك، أنا حبيبة قلبك بين إيديك. أليس شو عم تعملي هون؟ شفت الدنيا شو صغيرة؟ والبلد صار ضيق، كيف ما مشينا بنتفركش ببعض؟ آدم ما تهرب مني، اسمعني شوي. ما عندي وقت ضيع على خبرياتك اللي صرت حافظهم عم غايب. أنت استرجعت حقك وأخذت القصر، وأنا صرت برا، بس حقي عندك بعد ما أخذته. وشو إلك عندي؟ حب القديم اللي بقلبك، غرامي فيك، عشقك إلي، وذكرياتنا سوا، أحلامنا. كله حكي فاضي، ما بقى في شي بيناتنا. عال إذا أنت هيك بدك، بس أنا شايفة غير هيك. أنا بعدني بحبك، وأنا بحب مرتي لورا وبس. وأنت متأكد أن لورا بتحبك؟ كل مرة يا آدم في أسرار بحياتي، وبتفكر حالك بتعرف كل أسرارها، بس كون أكيد إنك غلطان وما عم بتشوف منيح. ولورا مرة مثل كل هالنسوان، فتح عينيك منيح آدم. لورا أسراري قلبك شو مخبى أسرار
أسرار جراح وندسوا وأحبابي علي قسوا قلبي وجراح وندسوا وأحبابي علي قسوا كنت الهوى اللي بتنفسوا انت أمل اللي راح قلبي وجراح وندسوا وأحبابي علي قسوا كنت الهوى اللي بتنفسوا انت أمل اللي راح حرام القلب اللي حبك بإيدك تجرحه حرام العصا وضمك أحلامه يمحو مش قدري إني انهار انت السبب انت غدار انا عطيتك أسراري قلبك شو مخبى أسرار انا عطيتك أسراري قلبك شو مخبى أسرار